بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. الغرر أو هو من غر يغر غرا وغررا بفك الإدغام وبالإدغام، كلاهما يكون معناه يغرك أو أغررك، بمعنى أنك لا تعرف عاقبة الشيء. فبيع الغرر بيع شيء لا يعرف هل يقدر على تسليمه أو لا يقدر، في الغالب هكذا، أو قد يكون فيه ضرر للإنسان غير معلوم بعينه، مجهول بيعه، مجهول البيع أيضا فيه غرر، لأنك إذا قلت أي شيء ارمي حصاتك أي شيء يقع عليه فهو لك بعشرة أريل، ربما يكون بريالين قيمته وأنت تعطيه عشر، أو ربما يكون بعشرين قيمته عشرين وأنت تعطيه عشر. فهكذا على كل حال، كبيع العابق العبد العابق أيضا ما ندري هل يقدر على عثوره أو لا يقدر، ربما فاته، فلا يباع إلا ما يكون حاضرا ولا يكون فيه عيب كما هو معروف من أي نوع من الأنواع. فإذا كان مجهولا عاقبته تسلما وتسليما وغير معين، كله يدخل في بيع الغرر، مثل بيع العابق قالوا في العبد العابق، كذلك الطير في الهواء، كذلك السمك في الماء، والغائب المجهول، كل هذا يدخل في بيع الغرر. قال حدثنا، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني، قال أنه قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن أبي الزناد ذكوان عن العارج هو تلميذ أبي هريرة عبد الرحمن بن حرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصات. بيع الحصات نفسه بيع الغرر، لكنه خصصه بمعنى أنه كان معروفا لديهم هذا النوع من البيع في الجاهلية. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابي سعيد وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. كرهوا بيع الغرر، ليست كراهة تنزيهية، دائما يكون في بالنا أن في كتب الأئمة، خاصة الأئمة الستة أو أصحاب الكتب الستة، إذا أطلقوا الكراهة نسبة إلى الصحابة وغيرهم فمعناه التحريم، نعم، يعني حرموا بيع الغرر. قال الشافعي: ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد العابق، وبيع الطير في السماء، ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصاد أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك أو إلي، عندكم نسخة إليك هكذا، إذا نبذت إليك بالحصاد فقد وجب البيع. يعني إذا كان إذا نبذت إليك أو يعني قالوا أنه إذا نبذت إلي، كلاهما يعني بصورة البيع، إذا نبذت إليك بالحصاد فقد وجب البيع، مع أنه وجوب البيع شرعا لا يجب البيع إلا إذا تفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إلا إذا كان يشترط شرطا في الحقيقة، إلا أن يشترط. فربما يدخل في هذا بيع الحصاد،
الحديث جاء فيه إلا بيع شرط بحيث وإن طال المجلس. هناك يأتي التفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق ما المقصود منه بيع المجلس، إلا بيع شرط بحيث ولو طال مجلس ولا يكون لك الخيار، يقطع الخيار بالشرط. هنا إذا نبذت إليك بالحساة فقد وجب البيع، قريبا من هذا، لكن حيث إنه ربما يكون مجهولا وقته، ربما لا يرمي أو لا ينبذ إلا إلى مدة أو بعد مدة طويلة، فالإسلام يعني يمنع من كل شيء يكون سبب الخصومة وسبب يعني مغاضبة بين الاثنين. فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع الجاهلية. بيع المنابذة نفسه قالوا أنبذ إلي على هذه الأشياء أي شيء وقع عليك وقعت عليك حساتك فيكون لك بكذا وكذا. كل هذا فيه غرر وضرر وضرار، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وما بعث نبيا إلا علم أمته ما فيه خير وحذر أمته ما فيه من شر. وفي الباب يقول هنا بيع الحصاد فيه ثلاث تأويلات، أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاد التي أرميها، أو بيتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاد. من الممكن أن يقول بيتك هذه الأرض بكذا إلى وأنت أرمي الحجر أو الحصاد إلى حيث وصلت الحصاد أو الحجر وصل فهو لك بكذا. هذه مما فسروه، وكانت هذه البيوع عندهم معروفة. والثانية يقول بيتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاد، وحيث أن رمي البائع أو رمي المشتري يكون غير معلوم، ربما يطيله ساعات وربما في حينه يسقط، وهناك قد يكون الإنسان يحتاج إلى تفكير في إمضاء البيع وتركه، فلذلك نهي عن هذا البيع. الثالث أن يجعل نفس الرمي بالحصاد بيعا، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاد فهو مبيع منك بكذا. قاله النووي. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن سيد الخدري كله بهذا المعنى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيوع التي فيها غرر. قال الشافعي من بيع الغرر بيع السمك في الماء. قال العراقي وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير. في تفصيلات الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا أن هناك من الممكن أن يقدر ما هو القدر الذي أو ما قدر السمك الذي في الماء إذا كان الماء ضحلا، لكن إذا كان الماء كثيرا ولا يظهر مقدار السمك. في الحقيقة كل هذه الحالات حتى لو كان الماء قليلا ليس فيه ضبط، قد يكون ضرر من أحد الطرفين ويكون فيه خصومة، وقد يكون فيه محاقدة ومغاضبة فيما بينهم، ولذلك قطع الإسلام أو حسم مادة الخلاف. نعم. مقداره معلوم، لكن السمك غير معلوم مقداره مهما كان، لأنه في الماء كما هو معروف يقولون في الماء السمك يظهر أنه كبيرة هكذا، وإذا أخرج على أصحاب السمك ربما يعرفون إذا كان الإخوان من الخليج تعرفون، وهذا واقع في الحقيقة. قالوا نعم. فهناك على كل حال فيه مظنة الخلاف بين المسلمين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولكن بعضهم قال إذا كان يقدر بأنه يكون كذا وكذا، فمثل ما يكون كومة كانوا يبيعون بالصبرة الطعام الصبرة، فجاز من هذا النوع. نعم. أين الخيار؟ المعنى الثاني أنه أن يقول بيتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاد. الخيار موجود، يعني ربما يكون لك الخيار بحيث ترد البيع
أو تمضي البيع إلى أن أرمي الحصاد. انتهى الغاية، انتهى الغاية إلى رمي الحصاد، وربما يرميه في حينه ويقطع الخيار. والإنسان يحتاج، والأصل فيها البيعان بالخيار ما لم يتفرق من المجلس، ما دام مجلس طال ربما يفكر الإنسان أن هذا ربما يكون في خسارة أو كذا، فهو قضاء يجب عليه أن إذا استرد البيع يسترد، نعم، أي واحد من الطرفين. ففيه على كل حال قطع خيار شرعي بهذه الصورة، فلذلك نهي عن هذه الصورة أيضا. يقول هنا: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. عن بيعتين في بيعة يأتي تعريفه عند الترمذي: قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة الليسي صدوق له بعض الأوهام، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. عن بيعتين في بيعة، ما معنى عن بيعتين في بيعة؟ يقول: قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسية بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين. يعني أخذ المال ولم يقل أنا أخذه نسيئة أو أخذه نقدا، لكنه لماذا لا يظهر؟ إذا أخذ ولم يعطي الثمن كأنه أخذه نسيئة، لكنهم فسروا، انظروا، قال: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، لا يعين هل أخذ نقدا أم أخذ نسيئة. ربما يذهب ويقول: أنا جئت لك بالثمن، يعني تولى لدي بالثمن، يجب أن يتفارق على أنه أخذته نقدا خذ هذا، أو نقدا وآتيك به، يفارق ويقول: آتيك به الآن من الثمن، أو يقول: أنا بنسيئتي أو إلى أجل كذا وكذا، بكل صراحة. أما إذا كان سرها أحد النوعين فلا يكون منهيا عنه، إنما يكون منهيا إذا كان لم يعين، وحيث إن فيه غرر وفيه جهالة، ولذلك نهي عن هذا. قالوا: لا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما، إذا كانت الاتفاق عقد البيع، عقدة عقد البيع على أحد منهما، يعني أخذه نقدا أو أخذه نسيئة. قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، ألا أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لي لك داري. شرط يشترط. أنا مثل مضى علينا في كتاب النكاح ماذا؟ شغار. الشغار بحيث يقول: أزوجك موليتي ألا أن تزوجك موليتك، أزوجك بنتي ألا أن تزوج بنتك بابني. فقالوا هنا هذا الشرط، هذا من تفسير الشافعي رحمه الله، يعني: أبيعك داري هذا ألا أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لغلامك، يعني ملكت غلامك وجبت لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت الصفقة. لكن إذا كان، يقول الشافعي رحمه الله، إذا كان كل واحد يقول بكذا، ما دام يقول بكذا فليس هناك يفارق بغير الثمن معلوم. يقول: أبيعك داري هذه بكذا، يعني الدار إذا كان 50,000 ألا أن تبيعني غلامك بكذا، أي 50,000 أو 40,000 أو كذا. فإذا كان يقول: نعم، خذ غلامي وآتني القيمة وأنا أعطيك قيمة دارك، فهذا التفسير قد يكون، والله أعلم، وهذا الشرط قد يكون جائزا، لأن الشرط ليس فيه شيء ينكر. لكن الشافعي رحمه الله يرى أن هذا النوع من البيع أيضا
لماذا يعلق بيع أحد السلعتين على الثاني؟ اشتري بيع دارك واشتري غلامه، كله بيع منفصل وليس أحدهما مشترطا بالآخر. فرضنا أنك اشتريت أو أخذت البيت والغلام مات أو كذا، مثل هذه الشبه. لأجل هذا قالوا أنه تعليق أحد البيعين على الثاني لا يجوز، بيعتين في بيعة واحدة. وفي هذا الزمان الظاهر، يعني أنا قلت دائما أنه إذا كان أحد ينظر إلى أسباب أو علل البيوع منهي عنها، ما هي أسبابها؟ فيمكن أن تنزل على البيوع المعاصرة. هل تجدون من هذا النوع من البيوع الآن فيه بيعتان في بيعة واحدة؟ نعم، السيارات كيف؟ هذا إذا كان في حينه يأخذ أجازه، يعني يقول أنا أخذ نقدا، هاي خذ، ما هو كذا. لكن بيعتين في بيع، مثلا الإيجار منتهي بتمليك، ففيه بيعتان في بيع أسار إيجار نفسها من قسم البيوع، فيكون يباع فيه المنفعة. وهنا اشترطت بأنه إذا كان أديت إلى آخره فيكون لك فيه تمليك، لكن بعض شروطهم تدخل فيها يفسد البيع، ويقول لو بقي يعني كأنه دفع أو دفعتان وعجز الإنسان عن الأداء المفروض في الشريعة فنظرة إلى ميسرة، لكنهم يقولون لا، يسحبون السيارة وليس لك حق التقاضي. فقد يكون بيعتين في بيع في أجل صورة الإيجار منتهي بالتمليك، والله أعلم. نعم، فهذه هذا التفسير على كل حال. لكن إذا كان بيعتين في بيع نقدا على مبيع واحد، على سلعة واحدة، إذا كان تعين بأني أخذه نقدا أو أخذه نسيئة فأجازوا، وهذا كان عليه، كان سوق المدينة بأهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم قال أيضا، قال بعض العلماء: وأعلم أنه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير آخر، وهو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال: بعني القفيز الذي لك إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين في بيعة واحدة. وفيه أيضا سار الظاهر ربا، لأنه قفيز من البر، بقفيزين من البر صار ربا. وهذا كان من أنواع بيوع الجاهلية، كان يعني إذا حل الأجل فقالوا هل تودي ولا تربي زيادة، فهنا سار. قال: قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير آخر، وأن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة، يعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فصار ذلك بيعتين، لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول، يعني يجب عليه أن يبقى على حاله قفيز وقفيز ولا يكون قفيزان. على كل حال يعني البيعتان أجرى في أجرى سورة، وهو أن يكون إذا كان لم يتفق على واحد منهما، ذكرت البيعتان في مجلس واحد ولم يتفق وفارق وأخذ السلة، فهذا هو الذي يكون في أجرى سورة المنهي عنه، لأنه لم يتعين أي نوع من النقدين أخذ. نعم، والله ما هو أجيز هذا إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ بعيرا ببعيرين كما جاء في الحديث. نعم، لأن الناس يحتاجون في الحقيقة، لكنه يدخل فيما إذا كان، والله أعلم، على قدر العرف. أما إذا كان هناك يعني مغالاة كثيرة
فربما يكون منهيا عنه. نعم، هو هذا لا يكون إلى باب الاستغلال، فإذا دخلوا في باب الاستغلال فيجب على الدولة أن تتدخل فيها في بالتسعير وكذا إلى آخره. نعم، وفي قديم الزمان هناك حسبة على السوق، حتى إنه كان جاء، لكن الرواية كان يستدل به الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عين على حسبة من السوق ومراقبة من السوق لبعض النساء أم فلانة أو أم فلان، هكذا ذكروا، لكن الرواية فيها مجهول، إلا أن الحسبة هذه وهذه كأنها وظيفة كانت أيضا في سوق المسلمين في كل عهد، أنهم كانوا يراقبون. ولذلك ابن تيمية وغيرهم رحمه الله قالوا إن الله هو المسعر، لما طلبوا يا رسول الله سعر لنا قال إن الله هو المسعر، قال ولكن السياسة الشرعية تقتضي إذا كان الناس لا يخافون الله ويستغلون ضعف المسلمين فينبغي أن يعين التسعير. نعم، أو يعين السير ويسعر. بعد سنتين إن شاء الله جي آپ جائیں دوسرے بعد میں سوال کیجئے گا. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، في كراهية ما ليس بيع، كراهية بيع ما ليس عندك. نعم، هل بقي هناك شيء؟ قال الشافعي، الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه. هنا يعني دخل في التفسير، قال الخطابي لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد. قال الشوكاني ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع، يعني ما بيعتين فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما يعني أقل، إذا كان باع بيعتين أو بتفسير الذي قال يصرفه دينار بقفيز أو قفيزين فلا بد أن يأخذ أقل شيء، وإلا البيع يتم على هذه الصورة. بعضهم قال البيع أصله فاسد. قال الشوكاني رحمه الله ولا يخفى إلا ما أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع، ومعنى قوله أو الربا يعني أن يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم عليه إذا لم يأخذ الأوكس، وهذا واقع، إذا كان يزيد مقابل قفيز قفيزين، البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، فهنا في الحقيقة زاد واستزاد فصار ربا. ولذلك قال صاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس بل أخذ الأكثر، قال وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن الإسلام. وأما في التفسير الذي ذكره أحمد أن سماك وذكره الشافعي ففيه متمسك لمن قال يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، وهذا اختلفوا فيه، لكن قد ذهب إلى ذلك زين العابدين علي بن الحسين والناصر والمنصور بالله والهادوية. وقالت الشافعية والحنفية وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور أنه يجوز لأموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر، لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو داود، وقد ذكرنا لفظه آنفا وقد عرفت ما في راويه من المقال. فالزيادة إذا كان لأجل النساء أجازوه، لكنه لا تكون الزيادة فيه يكون مغالاة كثيرة. نعم، يقول قال وقد جمعنا، هذا بعض العلماء، ابن الإسلام قال وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة وسميناها شفاء الغلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل، وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه. هذا كلام الشوكاني، كلام الشوكاني. نعم، يعني أجاز زيادة الثمن لأجل الأجل، يعني أن ما دام صاحبك أو أنت تستفيد من نسى وهو لو أخذ منك القيمة ربما يشتري بها بضاعة أخرى ويربح، فأنت تربح شيئا
لأجل النسب. إن هنا أجازوا على كل حال، لكن ما ذلك في الحقيقة قد يكون الاحتياط ترك مثل هذه البيوع، لأن فيه قد يدخل الاستغلال والله أعلم. والأصل فيه أن المسلمين أن يواسوا بينهم بإعطاء الأجل كما جاء في حث في بعض الأحاديث. نعم. وقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتع له من السوق ثم أبيعه. قال لا تبع ما ليس عندك. أبتع له من السوق ثم أبيعه، كأنه يتفق أنه بكذا وكذا آتي لك بالبضاعة والبضاعة ليست عنده، فيأتي بالبضاعة من السوق ويربح فيه على تعبه أو كذا. فهذا هو هذه الصورة هي المنهي عنها، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما دام لا تملكه فلا تبع. كذلك جاء. نعم. إذا كان واضح جدا بحيث أنا آتي لك البضاعة وأتفق معك بكذا وكذا، آتي لك بضاعة إذا ناسبتك فتأخذه، ليس فيه حرج إن شاء الله، لكن لا يلزمه بأني أتيت لك به، لأنه يكون في هذه الحالة بايعا ما ليس عنده. فلا بد أن يكون يعرف الإنسان ماذا يشتري وماذا يبيع، فربما يأتي بشيء ليس يكون على مطلوبه ويتفقان أنه أجيب لك هذا، ويأتي بشيء قد يكون فيه غش وغرر، ولذلك بيع ما ليس عندك. لكنه هناك بعض البيوع، مثلا الآن بيع السلم، بيع السلم جاز هذا، والسلم في أي شيء كان. في الحقيقة وجدت تحقيقا لبعض العلماء، السلم مثلا الآن السيارة بمواصفة كذا وكذا، لونها كذا، موديل كذا، ويكون من شركة كذا وكذا، على ما يقولون موصوف بالذمة، فيبيعون ويشترون، أليس يدخل فيه لا تبع ما ليس عندك؟ ربما لا يحصل على هذه المواصفات، ربما حصل خلاف بين الشركة أو أغلقت الشركة. ولذلك رأيت بعض العلماء كتب فيه قال السلم ما حصل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على قدر الحاجة في القوت فقط، في التمر. أهل خيبر كان يسلفون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلف النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذا على التمر. قال وليس إلا لأجل قضاء حاجة الأكل والشرب، وليس للتجارة، وليس على مستوى التجارة، ولذلك بيع السلم لا يجوز على مستوى التجارة. هكذا قال بعض العلماء، قال إذا تتبعنا ما نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلم هو الموصوب بالذمة، لم يكن إلا في الطعام، وهو في الطعام على قدر الاحتياج، ليس لأجل التجارة، ليس لأجل التجارة. إذا كان بينهم شركة أو اشتراك، فيقول هذه البضاعة موجودة مضمونة، آتني السير وخذ من مكان الدكان الفلاني، إذا كان بينهم اشتراك الله أعلم. أما إذا لم يكن هناك هذه العلاقة ويقول أنا أجيب لك من السوق هات القيمة، ففي هذه الحالة غير مضمون، ربما لا يحصل عليه، فيكون مثار خلاف بين الاثنين والله أعلم. نعم. فيقول يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتع له من السوق ثم أبيعه. قال لا تبع ما ليس عندك، الأمر واضح جدا، أليس في ملكك حال العقد. في شرح السنة هذا من بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلذلك قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، يعني
إذا كان موصول بالذمة وهو ميسور حصوله عام وسهل فهذا جائز، لكن إذا كان شيء غير ميسور وليس هو مشهور معروف بين الناس كثير فلا تبع هذا الشيء لك. قلنا إن هذا السلم الذي أدخلوا فيه البيوع العامة باسم الموصوف بالذمة، لأن بيع السلم يكون نوع كذا وفي الساعة كذا بدرهم في وقت كذا وكذا، فيكون كله معين ومعروف لديهم. ألا هذا قاسوا وقالوا إذا كان موصوفا بالذمة ويكون في شيء يعني لا يخالف ويكون ميسور الوجود، لا يكون يعني لا يوجد، لكن إذا كان يوجد كثير فجاز عليه. هذا قول البغوي في شرح السنة، قال هذا لا تبع ما ليس عندك أي ليس في ملكك حال العقد في شرح السنة، هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلذلك قيل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وإن لم يكن في ملكه حال العقد. وفي معنى ما ليس عندك، ما ليس عنده من في الفساد بيع العبد العابق وبيع المبيع قبل القبض في معناه بيع مال غيره بغير إذنه، كل هذا ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك. يعني إذا كان مال الإنسان شخص آخر وأنت تبيعه هذا لا يجوز، يقول معنى هذا الحديث. لكن الذي يظهر والله أعلم الحديث بعمومه يدل على كل شيء لست تملكه لا تبيع، لست تملكه لا تبيع، هذا هو القول الذي قد يكون ليس فيه يعني شبهة في صحته، لكن الأقوال الأخرى أنه بيع موصوف بالذمة قد يكون مثار الخلاف والله أعلم. وهناك بيوع كثيرة نهي لعلة أنه يثير الخلاف بين المسلمين. نعم. أي هذا هو، هذا ظاهر الحديث، ائتي بالبضاعة وقل له أنا آتي بالبضاعة إذا ناسبك تأخذه فملكت أنت وبعد ذلك تبيع، لكنه أنت تقول آتني قيمة وأنا أجيب لك، ربما لا تحصل في السوق وفقد من السوق وأنت تماطل عليه بإعطاء القيمة، فيكون مثار الخلاف بينكم وبينه. نعم. يقول هنا وبيع المبيع قبل القبض وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه، لأنه لا يدرى هل يجيز مالكه أم لا. أنت تريد أن تشتري من السوق ربما لا يبيع عليك. وبه قال الشافعي رحمه الله، وقال جماعة يكون العقد موقوفا على إجازة المالك، وهو قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة، قالوا إذا كان موصوفا بالذمة فيكون جاز بيعه، لكن البيع لا ينفذ إلا إذا أتى به، إذا أتى به فرضنا أنه أخذ القيمة ولم يأتي به، فيكون لا شك موضع الخلاف بين الاثنين، ربما هذا يبخل بإعطائه ورد القيمة وذاك يطالبه فيكون داخلا فيه والله أعلم. ولذلك يعني واضح لما قال ظاهر الحديث أنه لا تبع إلا إذا ملكت الشيء أو كنت وكيلا لأحد، إذا كنت وكيلا للشركة مثلا فتقول تؤمن بأنه موجود في الشركة ولا بد أن يوضح ويقول أنا آخذ منك القيمة، إذا حصلت آتي لك به وإذا لم أحصل فيكون مردود إليك بهذا الشرط والمسلمون على شروطهم، إذا تقاضوا عند الخلاف فيقضى بالحق. نعم. أما يكون أبيعك كذا وليس هو موجود ويذهب ويأتي به من السوق أو يقول تعال غدا، نعم بعض الأحيان يفعلون هذا، يقول عندي في المستودع، بالفعل إذا كان في المستودع في جدة فلا يأخذ القيمة إلا إذا أتى به، هذا هو الصحيح والسليم، لأن البيع أخذ وعطاء في حينه. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال إسحاق بن راهوية كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن أو ما لم يضمن. قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يقال اليوزن. ماذا يقصد؟ يقول قال إسحاق يعني من رواية كما قال قلت لأحمد وأن بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لم يضمن جاء في الحديث. قال تفسيره لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. ما لم تقبض إذا كان الطعام عندك وأنت ربما اشتريت أيضا، هذا الذي تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتريت متاعا فلا تبيعها إلا أن يحوز، إلا أن يحوز هو يحوز إلى مكانه أو إلى دكانه. هنا يقول بيع ما لم يضمن. قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. اشتريت الطعام وأنت إلى الآن تركت في محل صاحبه البايع لكنك ما قبضت وما أخذت، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تبيع حتى تقبضه، لأنه قد تطرأ عليه حوادث وأشياء ولم يمكن تسليمه. قال إسحاق كما قال في كل ما يقال اليوزن. قال أحمد أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته، فهذا من نحو شرطين في بيع. هنا أدخل الحديث الحقيقة هذا فيما يظهر أنه يعني يأتي بعد الشرع، هذا كان المفروض أن يكون بعد الحديث الآتي، وهو لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عنده. لكن هكذا وقع أن قال أبو عيسى وقال إسحاق جاء قبل هذا الحديث، يبدو والله أعلم أنه عندكم نسخة فيه قراءة هذا ولا كلكم هكذا. أنا راجعت بعض النسخ عندك بعدها هو هذا الصحيح، لكن أنا راجعت المطبوعة أيضا القديم بهذه الصورة، فهو مكانه هذا هو. على كل حال انظر الحديث ثم نرجع إليه. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا إسماعيل إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي أنه قال حدثنا أيوب هو السختياني عن عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه قال حتى ذكر عبد الله بن عمر، وهو الذي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع، تفسيره هنا قال لا يحل سلف وبيع يعني يقول أبيعك على أن تسلفني كذا وكذا شرط، فكأنه شرط شرطا لا يلزم أو لا يجوز. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، شرطان ولا ربح ما لم يضمر ولا تبع ما ليس عندك. الآن ننظر إلى قول إسحاق بن راهويه قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم يضمن. قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض أو ما لم يقبض. قال إسحاق كما قال في كل ما يقال أو يوزن لا يبيع إلا بعدما يقبض حتى يضمن أداءه. قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، يعني الشرطين في بيع قال أو قال أشتري منك هذا الثوب بشرط أن تغسله وتخيطه، فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان في بيع. الآن انظروا فهذا من نحو شرطين في بيع. وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته، البائع يقول شرط واحد فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرطان، لكن إذا كان شرط واحد والشرط يكون واضح ليس يحل حراما ولا يحل يحرله ليس يحل حراما ولا يحرم فجاز. أو قال أبيعكه علي قصارته يعني أغسل لك، شرط واحد فلا بأس، وإنما هو شرط واحد. قال إسحاق كما قال. الأصل في هذا في الحقيقة اختلفوا فيها، وإذا كان شرطان لا شرطان في بيع
إذا كان وهناك حديث آخر المسلمون على شروطهم ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. فإذا كان الشرط معروف ولو شرطان أو ثلاثة فما يعني قالوا أنه ما دام متعين فإن شاء الله جائز، وإنما يقال لا شرطان في بيع، قد يكون شرط حرام أو يكون بشرط أن يكون ضرر على صاحبه الأول كما فسروا هنا، يعني يكون ربما يخسر، لكن إذا كان شرط واحد فجاز. الذي يظهر والله أعلم إذا كان عدة شروط، لكن المسلمون على شروطهم إلا كان شرط واضح جدا لا بأس. الآن تقول ابن لي هذا الجدار أو ابن لي شقة، يعني هو يبني ويبيع لك الطوب ويبيع لك اسمنت ويبيع لك كذا، الآن على أن تليس، على أن يعني تلون بويا وحاجات كلها، والظاهر والله أعلم ليس فيه يكون حراما إذا كان شرط معروف وليس يكون سببا للخلاف مكتوب متفق على بينهما. فسواء كان شرطان، لكن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يعني الجانب من الإمام أحمد قد يعني ينوه في الحقيقة، كان يقول بظاهر الحديث في مواضع كثيرة، جاء شرطان مفهومه أنه إذا كان شرط واحد فجائز، هكذا يقول. فظاهر الحديث شرطان إذا كان علي خياطته أو بيع لي هذا الثوب بشرط أن تخيط لي وتقصر لي أو بشرط أن تحمل لي إلى مكان فلان، كل هذا يكون إذا كان شرط واحد جائز، شرطان لا يجوز. والذي قاله الآخرون بأنه إذا كانت الشروط في الحقيقة عدة لكنها واضحة ما لم يحل ولا يحرم الحلال فيكون جائزا إن شاء الله. انظروا هناك ماذا قالوا، قال الشوكاني في النيل: وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطا واحدا صح، كما عرفنا من قول الإمام أحمد رحمه الله، وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح. ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان، قلت: حديث النهي عن بيع وشرط أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في علوم الحديث من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أبي حنيفة قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي نهى عن بيع وشرط مطلقا وليس شرطين، أورده في قصة كذا في الدراية للحافظ. قال الحافظ الزيلي بعد ذكر القصة: قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث. قال إسحاق كما قال الإمام أحمد رحمه الله. يقول: ويعني الحديث الذي جاء فيه لا يحل بيع وشرط، هذا الحديث لم يصح، لكن الحديث الذي صح لا يحل بيع وشرطان، فهنا الإمام أحمد رحمه الله أجاز الشرط الواحد ولم يجز الشرط شرطين. ولا يحل سلف وبيع، يعني مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطا مع الآخر. قال القاضي: السلف يطلق على السلم والقرض، والمراد هنا شرط القارض على حذف المدافع، أي لا يحل بيع مع شرط سلف، أبيعك على أن تسلفني كذا وكذا، بأن يقول مثلا: بيتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة، فنفى الحل اللازم للصحة ليدل على الفساد في طريق الملازمة. وقيل هو أن يقرضه قرضا ويبيع منه شيئا بأكثر من قيمته، هذا صار بالعينة، مثل العينة أو يشتري منه بأقل من قيمته، لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن، وكل قرض جر منفاتا فهو حرام. فإذا يكون سلف وبيع فيما إذا كان يشترط بأني أبيعك هذا بكذا ألا أن تسلفني، والمسلمون يحتاجون إلى البضائع، فهذا الشرط لا ينبغي. إذا كان عندك بضائع بيعه ولا تشترط عليه ما حق لك، ولا استقام أن تشترط عليه بأن يسلفك،
ولذلك هناك أنظمة بعض الدول أنه إذا قال لك أحد لا أبيع عليك، لماذا؟ فهو ملزم قضاء أن يبيع عليك، ملزم قضاء ربما يغرم، لماذا لا تبيع عندي؟ الآن يسألونني مشكلة، أنهم يسألون بالبلاد أخرى، قال عندنا أشياء الثياب وغيرها الفاخرة وتستعملها، معروف أن وكذلك حتى بعض الحلي وغيرها ما تستعملها إلا الذين هم يعني أثرياء كثير، والنساء اللواتي لا يحتجبن فيظهرن يعني الزينة، فهل يمكن أن أبيع عليها؟ أعرف أنها ما تستعمل إلا في الشر، فهل أبيع عليها؟ قلت لا تبيع عليه إذا كان عندك خيار. قال لا ليس عندنا خيار، أي واحد يأتي يشتري لا يمكن أن أمنعه نظاما، لأنه من نظام البيع إذا كان البضاعة موجودة عندي أي واحد يشتري لا يجوز لك أن تمنعه وإلا يسحب منك الرخصة. كذلك هناك أشياء نحن نعرف مسائل، قالوا لا يباع السلاح أيام الفتنة، مو كذا؟ لا يجوز بيع السلاح في أيام الفتنة إذا كان الناس يتقاتلون فيما بينهم. على هذا المعنى إذا كان يعرف أن أحدا يشتري السكين أو السيف لمعروف أنه يريد يقتل الناس وكذا، فهل يمنعه أن لا أبيع؟ الصحيح من نظام الشريعة أنه لا تبيع عندك ما دمت تعرف أنه لا يستعمله إلا في الشر، لكن نظامهم هناك يقولون لا يقدر أن أمنع لأن هذا الشيء معروض مسموح في السوق أن يباع، فبيع أنت ويفعل به ما يشاء. فالمسائل هذه التي تأتي، الذي هنا ذكر الشيء أنه لا يعني بيع ما لم يضمن أو كذا، فقد يكون هناك ملزم أن يبيع، شرطان وبيع لا يجوز لك أن تشتري، بيع وسلف لا يجوز لك أن تشترط إذا كان عندك بضاعة والناس محتاجين إليه، يجب أن تبيع بدون أي شرط، لا لهذا المعنى لاحتياج الناس للبضائع. هو هذا المواصفات، هذا هو الموصوف بالذمة، فقلنا إن هناك اختلاف بين العلماء، قالوا لا يكون صحيحا إلا ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت فتوى لشخص قال أما البيوع بالموصوف بالذمة لغير المقطاع به هذا مخدوش شرعا، لأنه لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما احتياجهم لكثير من البيوع موصوف بالذمة، ما كانوا يشترون إلا الطعام، وهو أيضا ليس على مستوى التجارة، إنما كان لقضاء حاجة من الأكل والشرب فقط، وعلى مستوى التجارة لا يجوز البيع السلف، لأن هذا يأتي بيع ما يدخل في بيع ما ليس عندك. نعم، لكن عامة العلماء في الحقيقة أجازوا الموصوف بالذمة، أنا أبيعك، وقد يكون الكتاب بتجليد كذا واتباع من مكان الفلاني وأنت تعرف من المطبعة الفلانية وتحقيق فلان موصوب بالذمة، ولذلك أكثر العلماء أجازوا هذا. فلا يحل سلف وبيع، هذا مضرته واضحة أيضا في بعض الأحيان، ولا شرطان في بيع، هل يكون شرط واحد جائز شرطان؟ لا يجوز على قول الإمام أحمد، أو كما قال الآخرون شروط لا تكون واضحة، أو شروط فيه حل أو حرمة أو يخاف أنه حرام. فإذا كانت عدة شروط وهي معلومة فالمسلمون على شروطهم على هذا قالوا جاز. ولا ربح ما ليس لم يضمن، ما لم يضمن ماذا قال؟ أن بيع ما لم يضمن، قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض، ولا تبع ما ليس عندك. نعم، الحديث واحد في معنى الحديث السابق. قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن بيع وأن سلف وبيع؟ قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، يبايعه
يزداد عليه. نعم. يقول أعطيك قرض، يقول ثم يعني ليس عنده قيمة البضاعة، الكتاب بمئة ريال ليس عنده، قال أقرضك 90 ريال مثلا أو أقرضك 100 وأعطيك الكتاب بمئة وعشرين، وهو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزيد عليه القيمة، ويحتمل أن يكون يسرف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، يعني يقرضه بيع وسلب، فيقول يقرضه فإذا كان لم يعطي لم يرد إليه قال هذا بيع عندك وفي ذمتك قيمته، هذا أيضا لا يجوز ما دام أعطيته قرضا فتنتظر حتى يتيسر له على قول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة. نعم. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن هزام عن النبي، حديث حكيم بن هزام حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه، روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف المايك عن حكيم بن هزام. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل، وإنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف ابن ماهك عن حكيم بن هزام، يعني كأنه يشير إلى طريق آخر وفيه إسقاط ابن سيرين بين حكيم بن هزام وبين أيوب حكيم بن هزام ابن سيرين عن حكيم بن هزام لم يصح، إنما الصواب ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماحك عن حكيم بن هزام، فالذي روى عوف وهشام هل هو يكون هو الأصل والحديث السابق يكون معللا بحيث الذي روى بدون موصولا هو أخطأ، الذي يظهر إن شاء الله الحديثان وردا في الطريقين بالطريقين كلاهما صحيح إن شاء الله، أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام صحيح، كذلك عن ابن سيرين عن حكيم بن هزام، وإن كان ابن سيرين لم يسمع هذا الحديث عن ابن سيرين وكان بينه وبينه واسطة فلعله اختصر الحديث والله أعلم الإسناد، فيكون كلاهما ورد صحيحا ولا يعلل الحديث الذي هو موصول عن أيوب السختياني وأبي بشر عن يوسف بن مايك عن حكيم بحديث ابن سيرين. نعم. ثم بعد ذلك قال هذا حديث حسن صحيح. نعم، كأنه يشرحه، أخرجه أبو داود وغيرهم أيضا، وقوله حديث حكيم بن هزام حكيم حسن الظاهر أنه تكرار. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبده ابن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد، وهو أيضا ثقة، عبده ابن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد، يعني روى هذا الحديث حسن بن علي بن حسن بن علي الخلال وعبده وأبو وغير واحد ثلاثة أو أكثر، قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد ابن إبراهيم، يزيد ابن إبراهيم وهو يزيد ابن إبراهيم القشيري عن ابن سيرين، عن ابن سيرين يزيد ابن إبراهيم ثقة، قالوا إلا إذا روى عن قتادة ففي حديثه خطأ، لكن هنا روايته ليس عن قتادة بل عن ابن سيرين، يزيد بن إبراهيم القشيري ثقة إلا في قتادة، لكن روايته هنا ليس عن قتادة فإذا روايته صحيحة، عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن هزام، بدل أن إبراهيم عن ابن سيرين
إبراهيم بن سيرين عن أيوب بدون ذكر يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام ولم يذكر فيه أن يوسف بن ماهك ورواية عبد الصمد أصح يعني موصولا كما هو في الرواية السابقة بوجود يوسف بن ماهك عن حكيم بن هزام أصح هذا قول الترمذي رحمه الله وهو في محله إن شاء الله وقد روى يحيى بن كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عسمة عن حكيم بن هزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلها طرق مختلفة لا يعلل به الطريق السابق نعم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده نعم باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته بيع الولاء هبته الولاء هو ميراث العبد المعتق ميراث العبد المعتق إذا أعتق في حالة كونه رقيقا لم يكن يملك شيء لكنه إذا أعتقه إنسان وملك مالا فيكون للمعتق الولاء لمن أعتق كما جاء في الحديث فالولاء هذه كلمة اصطلاحية وهو ميراث المعتق إذا مات المعتق فما ملك فيكون لوليه أو لمعتقه يعني قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان وشعبة هنا سفيان هو الثوري وشعبة ابن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته أيضا نهى عن بيع الولاء وهبته يعني يأتي إنسان ويقول أن فلانا أعتقته أنا إن فلانا أعتقته فأبيع ولاءه بكذا وكذا أولا يدخل فيه مداخل كثيرة من أسباب وعلل النهي أولا ما يدرى أنه كم يكون يملك هو أشتري ب50,000 ربما لا يملك هو 20,000 أو لم يترك عند موته 20,000 كذلك هبته لا يجوز أيضا الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع النسب كذلك هذا لا يجوز بيعه وهبته أيضا نعم فيكون يملكه المعتق ثم يرث منه من يرث ثم يرث من المعتق من يرث قال أبو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقد روى يحيى بن السليم هو الطائفي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن السليم وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بدل النافع عن ابن عمر هنا توهم يحيى بن سليم ويحيى بن سليم وصف أنه صدوق يخطي ربما يخطي ولعل هذا من جملة ما أخطأ فيه نعم فيقول وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد المجيد الآن محمد بن بشار روى عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهناك يحيى بن سليم أخطأ وهو يخطي في بعض الأحيان وتابع محمد بن بشار عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار فإذا الأصل فيه في الحقيقة الرواية عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وليس النافع عن ابن عمر لأن يحيى بن سليم الطائفي قد أخطأ فيه وتوهم فجعل الرواية النافع عبيد الله بن عمر النافع والأصل فيه عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لا عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر وهذا جزام لا يختلف الحكم في الحقيقة إلا أن الخطأ يسجل على الراوي في حفظه ومن هنا لخص العلماء قالوا صدوق يخطي بعض الأحيان أو صدوق يخطي كثيرا نعم يقول هنا
هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان والعمل على هذا عند قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار. قوله قال النووي في شرع مسلم في الحديث تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحق بل هو لحمة كلحمة النسب وهذا وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف وأجاز بعض السلف نقله ولعلهم يعني نقله عن طريق البيع ونقله عن طريق الهبة ولعله لم يبلغوا الحديث هذا هو العذر فيما يخالف أي عالم الحديث أنه يقال أنه لم يبلغ الحديث وإلا في الحقيقة لا يتجرأ إلا ما يكون هناك سبب حديث آخر ترجح لديه لكنه لم يكن إذا لم يذكر الحديث والدليل فدل على أنه يكون قد فاته الحديث. نعم. قوله هو وهم أي ذكر نافع بين عبيد الله بن عمر وابن عمر وهم فيه ابن السليم فإنه خالف قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ فإنهم يذكرون بينهما إلى آخره وهذا أمر واضح جدا. ويحيى بن السليم هذا الطائفي صدوق مك صدوق نزيل مكة صدوق سيء الحفظ قال الحافظ قاله الحافظ وقال الخزرجي في الخلاصة وثقه ابن معين إلا في عبيد الله بن عمر. فانظروا كيف تتبعوا في هذا الخطأ وسجلوا عليه الخطأ. مثل هذا ينبغي أن يكون طلبة العلم في هذا الزمان أن يتتبعوا من يكون أخطأ وفي تراجمه يذكرون أنه أخطأ كذا حتى يكون عندنا فارسة يستفيد منه الباحث بأن أخطاء فلان كذا وكذا والباقي كلها صحيح إن شاء الله. نعم. وهذا الجانب باقي في البحث في بحوث العلماء لم يقم به أحد. نعم. باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن مسنى أبو موسى وهو العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن جابر بن عبد الله الظاهر إذا أطلق جابر وابن عمر. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح. هذه المسألة أيضا اختلفوا فيها سماع الحسن من سمرة. أولا يعني هل سمع كل أحاديث سمرة أو كل ما يروي عن سمرة اختلفوا فيه. حسن ما سمع من سمرة قالوا إلا حديث العقيقة والآخرون قالوا أنه سمع جميع ما يروي من الأحاديث هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أما هذا الحديث فجاء من طرق أخرى أيضا غير الحسن ولذلك وشاهد ابن عباس وجابر وابن عمر فالحديث صحيح. ولو قلنا أن الحسن إن الحسن لم يكن سمع أو فيه شبهة سماعه أن سمر لهذا الحديث غير حديثه الحقيقة فيكون صحيحا لغيره أو حسنا لغيره. قال حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن حسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيرهم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم إسحاق. نعم. فيقول في الحقيقة المسألة هنا واستدلوا بها قال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال الشوكاني في النويل ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا وشرط مالك الذين أجازوا لهم أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض وآتى بدل واحد اثنين صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر.